صباح الخير وصباح السعادة وصباح الابتسامة، وصباحكم يا رب كل رزق وعافية وراحة بال وكل الحاجات الحلوة وكل الأمنيات الجميلة على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. حلقة جديدة وصباح جديد معاكم من صباح النور، حلقة مميزة جدا وتاريخ مميز جدا. النهاردة الأربع 7 أغسطس 2024. أولا يا رب يكون يوم جايب كل الخير لحضراتكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين كده وبألف خير عشان بداية صوم الست العذراء. صباح الفل إسحاق. ازيك هيبة؟ وصباح الفل. كل كل سنة وانت طيب. وانت طيبة. أهلا بحضراتكم، يا رب يوم جديد كله خير وبركة وصحة وسعادة وكل الحاجات الحلوة. والعيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتم طيبين وبألف خير، وكل سنة والناس كلها يا رب طيبين وبخير. بمناسبة صوم أمنا العذراء بتبقى صوم مختلف، صوم عنوانه الفرحة، صوم عنوانه يعني البهجة كده. أول ما يقول لك صوم العذراء عرف إن في فرحة وبهجة، ويا رب تكون في فرحة مستنياك وفرحة حلوة. كل واحد ليه طلب، كل واحد ليه طلبة يعني قدام ربنا، يعني بشفاعة العذراء تمشي وتبقى زي الفل. شهر 8 كله كده بيبقى مختلف بسبب ال 15 يوم دول بجد يعني. واكيد لو فتحنا موضوع الذكريات بتاعتكم مع صوم العذراء، ناس كتير قوي بيبقى لها اكلات معينه متعوده انها تاكلها. أي. في الشلاوله والبقه وفي حاجات كده ثوابت يعني. ما اكلتوش يعني اللي هو ايه؟ الشلاوله. فاتك كتير بجد لغايه النهارده؟ ده انت فاتك عمر في حياتك. اصل هو انا احاولوا يقنعوني ان هو يتاكل ساقع عادي. اكله البابا كرولوس المفضله. انا ماليش دعوه، انا هي انا بقى هي اكله انا هي بتتاكل ساقع يعني. انا ما بحبهاش يبقى انا كده انا قلت لك حاجه. انا بقول لك دي اكله البابا كرولوس المفضله. ماشي، بس انا ما يعني ما بتاكلهاش خالص. مش مقتنع بيها. انا بقول لك فايتك كتير. يعني ايه تاكل ملوخيه ساقعه يعني؟ ما هي يعني مش ملوخيه بالمعنى الملوخيه بقى اللي انت بتاكلها في الفطار. لا، هي اكله لوحدها اسمها الشلاوله. عارف طريقتها؟ ورقة وقلم وتعالوا لي. الليمون والشطة والثوم والمية الساقعة، يعني نبقى نحكي في الموضوع ده. بس ممتعة ممتعة. أنا ما جربتهاش يعني عشان جربها. ما أقولش عليها. جربها. أنت تقول على حاجة مش حلوة أو مش بحبها من غير ما تجربها. أنا ما جربتهاش بس عارفها يعني، يعني عارف هي بتتعمل من إيه وكده، بس ما يعني نجيب ما لك علبة معانا. لسه معانا 15 يوم. أنت عمرك ما جبت حاجة، هتجيبي لي شلاولة ومش عايز. مش هجيب لك يعني. يوم ما ناوية أجيب أجيب شلاولة. لا يا ستي متشكرين. في حاجة تاني تحب تقولها عني؟ لا لا قول. كفاية. لا تمام. طب اتفضل. طيب مش هقول يعني الموضوع؟ اتفضل. طيب أصل هو كان في واحد يعني كل ما نقول له حاجة يقول لك أنا غضبان، أنا غضبان، أنا متضايق، أنا حاجات كده. فقعدنا ندور إيه اللي بيخلي الإنسان عنده نوع من الغضب. يعني كل واحد فينا بيغضب، يعني ما فيش حد فينا ما بيغضبش. مفيش حد فينا مهما كان هدوءه، مهما كان رزانته، مهما كان عنده سلام داخلي ما بيغضبش. ايه الحاجات او اكتر حاجة بتخليك تغضب، او ايه الحاجات اللي بتخليك ممكن تشعر بالغضب؟ ده سؤال النهاردة. ممكن واحد يشعر بالغضب عشان ما تقدرش القدر الكافي. ممكن واحد يشعر بالغضب عشان اللي قدامه لوح تلج فيبقى غضبان. انت يا عم انا يعلس وقلت انت بتعلي صوتك ليه دلوقتي؟ احنا دلوقتي يا عم انت بتتكلم بطريقه اساسا تنرفز. تفرسني. الانسان يشعر بالغضب لما يشعر بالظلم. تمام، يتهموك في حاجه بتاع مش عارف ايه وانت ما انت فعلا ما عملتش حاجه يعني، ما عملتش يا عم. انا كنت موجود داخل بس انا فعلا يعني مش يعني اي حاجه يعني. فالظلم يشعر بالغضب. تمام، ظلم حد ياخد مكان حد في شغل ولا في مكان ولا في دراسه ولا معرفش في ايه، تلاقيه يشعر بالغضب. في حاجات كتيره خالص ممكن تخلي الانسان يشعر بالغضب. ابعتوا لنا وقولوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت. ممكن نقولها تاني؟ يلا ندخل ازاي ونشارك ازاي؟ نكتب تعليقات على الصفحه دي. صفحه الفيسبوك العاديه، وفي البحث فوق تكتب بالانجليزي سي تي في ايجيبت. ما بتعرفش تكتبها بالانجليزي، خلي حد من ولادك او ولاد ولادك يكتبها لك، او اي حد يعني يكتبها من الشاشه يعني. انقلها زي ما مكتوبه على الشاشه بالظبط. هو لو ما بيعرفش يكتب انجليزي انا بقول لو يعني حابب يشوف يرسمها. يرسمها ازاي؟ يشوف الحرف هنا ويكتبه على الموبايل هنا، مش صعبه يعني. سي تي في بتدخل تعمل متابعه للصفحه، هيبقى عندك الصفحه، هتلاقي صوره البرنامج صباح النور موجود عليه صورتي انا وهبه، ممكن نكتب عليه التعليق بتاعنا. حلو؟ بس كده ولا ايه؟
ماشي، انت معترض ليه على ان الواحد يشوف على الشاشه ويكتب؟ على فكره ناس كتير بتعمل كده، حتى لو انا مش عارف ده حرف ايه مثلا، هشوف شكله ايه على الشاشه وعلى الموبايل هعملها يطلع لي الصفحه. يعني بتسهل عليكم يعني. انت لو اديتيني صفحه بالصيني وقلت لي اكتب زيها انا هعرف اكتب. لو الكيبورد الصيني هتشوف الحرف هنا وهتعمله هنا. بجد؟ جرب كده وبقول لي رايك. عم شاطر انت، ليه بتكلمني ان انا شاطر اعرف اعمل اي حاجه؟ انت شاطر. بمناسبه بقى انك انت تبقى غضبان من ايه، تبقى غضبان لما حد يقعد بقى يقلل من حاجه انت بتقولها زي ما اصحابي بيعمل كده بالظبط. طيب. انا دلوقتي غضبانه منك. اهلا بيك. ايوه، في ايه؟ في مجتمع الغاضبين. لا بس في حاجات فعلا بتخلي واحد غضبان يعني، مثلا في حاجات كبيره. في حاجات كبيره اللي هي زي ما كان لسه بيتكلم، بس في حاجات فعلا تخليك غضبان، ان انت تتعرض لظلم، انك تشوف قدامك ظلم، انك تبني حاجه، عارف كده اللي بيقعد يبني 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 ويجي حد كده من غير ما يحس بقيمه التعب اللي انت عملته، يروح دايس على كل حاجه ومطبقها لك ويهدها من غير حتى تفكير، من غير ما يفكر انت هتحس بايه في اللحظه دي، لانه ما تعبش معاك في الحاجه، انت بس اللي تعبت. فتبقى انت برضو وانت بتشوف كده غضبان، وتحاول انك انت تدافع عن الكيان او عن الحاجه اللي انت عملتها. ففي حاجات فعلا كبيره، وفي حاجات على مستوى تعاملاتنا اليوميه في حياتنا بتبقى محتاج اننا نتحكم في غضبنا. يعني تبقى انت غضبان بس اقعد اقولك خد الامور مش بكده، خد الامور مش بالغضب بالشكل ده عشان تعرف تفكر، لان احيانا الغضب بتاعنا لما بيزيد بيخلي دماغنا ما تفكرش، وحتى لو انت صاحب حق حقك يروح بسبب الغضب. فكل يوم عندنا 100 موقف بيعدي علينا ممكن يخلينا غضبانين، يعني اشهرهم واكتر حاجه كتير مننا او معظمنا ساعات بيحسها ان انت تلاقي نفسك مش متقدر، وعادي يعني تقول انا واحده تقول ده انا تعبانه، انا طول اليوم مش عارفه بلف بايه، وحد يقول لك انت بتعملي حاجه؟ ما كل الستات كده خلاص، او راجل راجع من الشغل تعب قاعد، ما كل الرجاله بتشتغل بترجع، لو راجع انا مش شايف وشي مش قادر اتعامل مع حد دلوقتي، ما كل الرجاله كده. ففي حاجات بتبقى يوميه بنتعرض ليها ممكن تخليك تبقى غضبان. شوف الحاجات الصغيره دي ازاي، مش الكبيره يعني، مش فكره الظلم ده طبيعي انه يغضب اي حد. لا الحاجات الصغيره انا بشوف ان شعور الغضب اديله وقته، يعني مفيش حاجه اسمها انا مش المفروض تبقى غضبان، لا انا ببقى غضبان يعني. صح. اوقات مثلا في حاجات صغيره جدا وبتخلي الواحد حتى موده يتغير، يعني يحس ان هو مخنوق يعني، ما وحاجه سهله يعني، انت لو حكيتيها لحد يقول لك ايه ده يا عم انت بتتكلم في حاجات يعني عبيطه يعني. واحد مثلا دخل يحط بنزين 95 راح حط له مثلا 92، والعربيه بتاعته ممكن يحصل لها مشكله بسبب القصه دي كلها، تمام، حاجه تضايق. بس لو انت حكيتها لحد يقول لك ايه يعني بنزين مش عارف انت بتتكلم لا بس حاجات يعني حاجات بتضايق. واحد مثلا واقف على فرن العيش مستني الطابور ومحترم واقف في الطابور، وجي اللي قدامه لقى الـ 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 العيش ده كله اتلم ب 20 جنيه قال له هات لي بال 20 كلها، طب وانا ما خدتش؟ فتروح للراجل يقول لك ما خلاص بقى هو خدهم كلهم انا هعمل ايه انا مالي؟ فتشعر ان انت متضايق جدا يعني. بس لو قلتها لحد يقول لك ايه يعني ما يروح اي فرن تاني يجيب، ايوه ما انت برضو هو وقف وعمل وراح ويعني. ولو ما فيش غير دول فقسمهم بس يبقى كله اخد يعني. اوقات تروحي مثلا تخلصي مصلحه حكومه تلاقيه وقف لك على حاجه خنيقه جدا يعني، هو مش عايز، هو اصلا الموظف واخد تقريبا تعهد على نفسه يعني حلف يعني قرى القسم ان هو يوقف مصالح الناس، ان هو يوقف مصالح الناس. أيوه. فتلاقي انت عندك الورق كله متستف، لا بس في ورقه هي موجوده بس الختم بتاعها مش، فطبعا حاجه تنرفز وحاجه تضايق يعني. فالروتين ممكن ينرفز. تخيل دلوقتي ان انت اديت حد في البيت بس ان يكوي لك القميص بتاعك اللي انت عايز تخرج بيه دلوقتي، اتحرق واتحرق، اتبقع بقع او اتبقع بقع. ماشي، عايز تقول حاجه تاني؟ لا لا لا. بس فهبقى احكي لكم موضوع البقع ده، بما ان هو قال، ما هو اتعلم بقى مش بيخبي حاجه يعني. بس انا ما قلتش حاجه. اللي انت قلت انت بتقولي واحد جه يكوي لك قميص، طب اتبقع بقع هتعمل ايه؟ طب اتبقع بقع هتعمل ايه؟ حد حرق لك القميص دلوقتي وانت لازم هتخرج بالقميص ده بالذات، يعني انت عايز القميص ده البس فوق جاكيت؟ انت قولي هلبس فوق جاكيت؟ لا انا بقى هقول لك الحاجه اللي تخليك البس اي حاجه، بس الحاجه اللي تخليك غضبان ايه؟ لا ما فيش حاجه اسمها اي حاجه، في حاجه اسمها اللي يخليك تبقى غضبان اقعد يعني اقعد اعيط على ثواني بس يسحق. الحد اللي هو حرق لك القميص يقول لك ايه؟ خلاص معلش ما عندك 100 حاجه في الدولاب،
لا ما هو ما تجيش كده يعني قميص مثلا خلاص اللي حصل حصل، بس في لحظتها انا ببقى غضبان لان انا مش بعمل الحاجه بحرص او خايف عليها كاني انا اللي بقالها البس. ممكن يبقى بيعمل حاجه بحرص وعادي، الكوبايه تقع تتكسر يعني، ايه مشكله؟ ظرف او القميص يبقى ظرف طارئ اوكي ماشي، او يتلسع ويبوظ. هي مش ساعات المكوه بتطلع كده؟ بتطلع صدى. بتطلع صدى. طب هو ذنبه ايه؟ ولا اي حاجه خلاص. يعني انا دلوقتي باكو قميص فطلع الصدى ده على القميص الابيض، بتبقى عامل ايه بقى؟ بتبقى غضبان حتى لو من نفسك، هي مش فكره انك تغضب على حد، انت بتبقى غضبان لان انت ايوه انت بتقولي ما تتصرفش، هتصرف اذا عادي يعني هلبس غيره، ايه المشكله؟ البس غيره لو مش معاك غيره، لو انت في مكان مش معاك غيره. لا هي قصه كلها ان انت بيبقى مثلا حد دافع فلوس كتيره والحاجه تبوظ فبيبقى متضايق، بس هذه القصه باختصار. وانت قلت ايه مختلف عن اللي انا قلته؟ هو اي معارضه وخلاص؟ لا انت ما قلتيش كده. امال انا قلت ايه؟ ما بتبقاش غضبان ان الحاجه باظت سواء جه فيها حاجه من مكوى ولا اتحرقت؟ ايوه حاجه عزيزه وغاليه عليك، حاجه انت عايز تخرج بيها، حاجه ما عندكش بديل ليها دلوقتي. أيوة صح. بقالك يوم عمال ترتب في حاجه عشان عندك حاجه بالليل هتلبس فيها القميص ده. ايوه شوف التعليقات يا سعيد. صح برافو عليك. ما انا طول عمري صح. طيب ناخد التعليقات. جهان ماهر بتقول بتصبح علينا، بتقول غضب له اسباب كتير، حد ياخد حقك وكانه حق ليه هو. دي موجود طبعا، تخلي الانسان غضبان جدا يعني. جميل نعيم احلى برنامج، شكرا ليك، كل سنه وانتم طيبين. شكرا. اكثر حاجه تخليك غضبان لما يتسرق مجهودك وتعبك في الشغل. دي حاجه حلوه، ده مش بس مجهودك، ده اي حاجه، اي حاجه، فكره ان حد ياخد الحاجه ينسبها ليه هو. يا عم مش بتاعتك، تقول لي بس دي حاجه بسيطه، ايه يعني لما عملتها؟ يعني احيانا مثلا الواحد يكتب مثلا يعني يكتب كلمتين على الفيسبوك فيعجبه شخص ما، تمام؟ فهو مش بس ياخد الكلمتين يحطهم عنده على الصفحه، لا ياخد الكلمتين ويكتب عليهم اسمه والناس تقول له الله ايه الكلام الجميل ده كله، يقول له شكرا ربنا يخليك، ده انا بس كنت قاعد في لحظه كده لقيت نفسي عايز اكتب الكلمتين دول فكتبتهم في ساعة تجلي. وممكن يسرق كلام مثلا تكبه عن ربنا يعني، فاهم؟ ده بص ده خدي بقى المرتبه الاعلى، تمام؟ ويقول لهم بنعمه ربنا انا كتبته. لا وفي ممكن يبقى، انا شفت دي بقى، بيبقى حد عامل محتوى او فيديو، في بنت كانت طالعه بتتكلم عن كده انه اللي اخذ الحاجات بتاعتها قاعد بيشغل الفيديو ورقه وقلم وبيكتب كل اللي هي بتقوله ويروح يعمله كانه هو اللي بيعمله، فطبعا حاجه تضايق لان انت هتنقل حاجه اكتب عليها ان ده منقول او اعمل لها شير، لكن انت برضو ان يسرق تعبك او مجهودك سواء في فكر او كلام او في شغل او في اي حاجه بتبقى حاجه تخلي الواحد ده غضبان. مدام فايزه صباح الفل. يا مدام فايزه صباح الخير. يا مدام هبه يا صباح الفل عليكي. ازيك يا استاذ حياء؟ صباح الفل يا مدام فايزه، اهلا بحضرتك. كل سنة وحضراتكم طيبين ويعد عليك الأيام بخير. وحضرتك طيبة وبألف خير يا رب. أنا ببقى غضبانة لما اللي حواليا مثلا مش حاسين بيا. أيوة. لما أعمل حاجة لحد مثلا وأكون تعبانة وجاية على نفسي لكن اللي قدامي ديت يعني حاسس إن هو عادي أو ده إجباري عليا. صح. الحاجة الثانية بتغضبني إن أنا مثلا بحب حد قدامي وبرده مش حاسس بالحب بتاعي، أهو مثلا أهو حب عادي وخلاص. صح. ببقى غضبانه لو في اخوات مش حاسين ببعض، مش حاسين بمشاكل بعض، كل واحد في وادي. معاكي حق، معاكي حق في كل اللي قلتيه، كلها حاجات تخلي الواحد غضبان. شكرا يا مدام فايزه، شكرا ليك، كلامك كله معاكي حق فيه. فكره ان اللي قدامي ما بيقدرش او ما بيحسش او بيفتكر ان هو ده العادي، لا مش العادي على فكره يعني. احنا يعني مش العادي ان حد يتعب معاك كده يعني. تخيلوا ان اكتر حاجه تضايق لما الكلام ده يحصل من القريبين، يعني لما بتبقى غضبان في شغل فترقيه اتاخدت منك، في مجهود اتسرق من حقك، بس تزعل اضعاف واضعاف لما عدم التقدير يجيلك من اقرب الناس او من اللي عايشين معاك في نفس البيت او نفس الدايره اللي انت ما بتبقاش متوقع منهم كده، او اللي انت اصلا بتتعب وتضحي علشانهم، فتلاقي عدم التقدير، او مش بس عدم التقدير، اللي هو يشوفك انت بتعمل ايه وانت ليه مكبر الحكايه قوي كده، تبقى عمال تقدم كل الحب وبرده شايف ان ده حق مكتسب ليه او انه ده عادي. فكل ما واحد يقلل من حجم الحاجه اللي انت بتقدمها بحب وهو ده اكتر ما في وسعك انك تعمله، بتلاقي نفسك انت عامل زي الشمعه اللي عماله تخلص. لا بس انت اعمل حاجه بقى، هبه لازم بقى ليه دور. دور في ايه يعني؟ يعمل ايه؟ ما يعملش كده تاني.
ما يديش. اه يعني الام النهارده اللي استنى بس ما كانش على امه لا يا سيدي. طب انا بقول لك دايره الاسره، انا بتكلم على اكتر حاجه تخلي الواحد غضبان. ما فيش ام بتبقى غضبانه من كتر ما هي بتحب فبتدي تدي، وتلاقي الولاد ولادها اصلا مش مقدرين ده، حاجه بتغضبها. الام اللي ربت وكبرت وتعبت ودلوقتي محتاجه السؤال بعد ما عيالها اتجوزوا وسابوها وما بتلاقيش حتى مثلا تليفون او عدم تقدير، او ما انا لسه مكلمك الاسبوع اللي فات وانا مش لسه كنت عندك يوم الاربعاء اللي فات، الكلام ده بيخليها تبقى غضبانة. حاجات كده يعني، في حاجات بتحصل من أقرب الناس ليك تخليك غضبانة. بس في حاجات تانية بتحصل، فكرة إن الناس ما بتقدرش اللي أنت بتعمله. لا ما تعملوش يعني، أنت اللي قدامك ما بيقدرش اللي أنت بتعمله، ما تعملوش يعني، ما تعملوش وهو بقى يحس إن هو كان أنت موفر له راحة، ما تعملهاش تاني. انت كل مره وانت جاي من الشغل هو بيخليك تجيب له حاجه معاه وهو جاي عشان ما تكلفوش المشوار. لا كلفه المشوار، قول له انا غيرت خط سيرك، غير خط سيرك عشان ما تجيبلوش. طالما هو مش حاسس، طالما هو مش مقدر، طالما هو مش بيحترم الحته دي. لان في ناس ما بتحسش غير لما تبطل تعمل الحاجه خالص. يا سيدي وانا يعني بزعجك، طب خلاص انا مش هعمل كده تاني، ده انت هتولام، هو ده العادي يعني؟ طب انا العادي بقى مش هعمله. انا بيصعب عليا ناس يقول لك بس طب هعمل ايه، مش مشكله مشيها. ولا ما تعملش كده. اللي قدامك مش مديك تقديرك واحترامك ومقدر ان انت بتوفر عليه وقت او بتوفر عليه مجهود، وعادي يعني، انت عملت ايه يعني، انت جبت لي الحاجه وانت جاي يعني، هو ايه اللي حصل؟ ما تعملهاش، ما تجيبلوش. بالظبط، خلي يعني العطاء بتاعك يبقى في حدود اللي انت تقدر تعمله. يعني ما تجيش على نفسك قوي عشان خاطر حد هو اصلا مش شايفك، ولا شايف انت بتعمل ايه، ولا شايف انت بتدي ايه. هتفضل تدي 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 لغاية لما انت نفسك تحس ان اللي عندك استنزف. يعني انت حتى مش العطاء قادر. ليكن بحكمة يعني. انت مش قادر. حد في ناس فعلا بتستنزفك، في ناس بتخلص على كل اللي عندك، وبعدين تبقى انت مش عايز من الناس دي حاجه. يعني انت بتبقى بس كل اللي انت عايزه ان حد يبقى حاسس بيك. اقول لك على حاجه، ساعات ما بنستناش كلمه شكر. انت مش عايز حد يقول لك شكر، انت عايز تحس من تصرفاته ان هو مقدر اللي انت بتعمله. سواء بقى من اي حد، بنتكلم على مستوى اصدقاء، زمايل شغل، في البيت، في اي حاجه، انت بتبقى محتاج بس التقدير. فمن اكتر الحاجات اللي تخليك غضبان انك انت تبقى بتدي واللي قدامك هو اصلا مش حاسس ولا شايفك من الاساس. صحيح. يلا نشوف تعليقاتكم، قولوا لنا اكتر حاجه ممكن تخليكوا غضبانين هي ايه. رضا بشرى بيقول صباح الفل، اكتر حاجه تغضب هو الظلم وعدم التقدير والضغوط الكتير، وتعمل حاجه انت مش مقتنع بيها. ما تعملش حاجه انت مش مقتنع بيها. فينا صبحي بتقول صباح الورد حق وهبه، انا من الناس اللي مش بحب خالص الوقوف في طابور، حتى لو هنتظر دكتور لا بحجز وامشي واجي على معادي. والشهر ده انا كنت محتاجه المعاش جدا، وقفت طابور طويل، ولما جه دوري لقيت الاي تي ام خلصت الفلوس اللي فيها. جداً. طبعا اتفرست جدا وبقيت ماشي عاوزه اتخانق مع اي حد في الشارع. ايوه، لانها وقفت طابور وشوف يعني دي حاجه تزهق. اول ما صدقت توصل لقيتها كده حاجه مستفزه. او تلاقي اصلا المكنه نفسها هنجت. بمناسبه مكن الاي تي ام، في ناس بتعمل حركه يعني انا مش بفهمها، بس دي بتغضبني انا شخصيا. بمناسبه الاي تي ام، ممكن تشوفوها حاجه عاديه بس انا ما بشوفهاش حاجه عاديه، انا بشوفها حاجه غريبه ومريبه كمان. ايه اللي هي مثلا ايه؟ حط الكارت وطلع 3000 جنيه، لازم يقعد يعد ال 3000 جنيه قدام المكنه. تمام، عشان لو طلعوا ناقصين 50 او لو عايز يغير 150 يقول لها يا مكنه يا مكنه طلع الفلوس انت طلعتيها غلط. يعني هل متوقع ان المكنه تعد الفلوس غلط؟ لا. طب ليه بيعملوا كده؟ عد بس عد بعيد. طيب ايه؟ عد بس عد بعيد. ويعد ليه اصلا؟ هو راحته كده. طيب يعني المكنه قالت له تعود، هو كتب لها 3000 فهي طلعت له 30 ورقه، هل هو عنده توقع تعود ان هم يطلعوا 29 ورقه؟ تعود زي بالظبط كده. لا لما بيروح لما يروح يدفع حاجه في المحلات ماشي، وبيقول لك ايه راجع النقديه قبل ان تغادر تقريبا حاجه كده بيبقوا كاتبين. فالناس اتعودت قبل ما يبقى فيه الاي تي ام. لا لا لا، النقديه ده لازم يراجع. ليه بقى؟ لان بشر بيتعامل مع بشر. طب ده اللي بقول لك الناس اتعودت على انها تعمل كده. لكن دي مكنه مطلع بتقول لك تيك 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 طلعت لك 3000 فانا عد وراها. لا يا مكنه اللي كنت اخواتي اتحاسبوا لازم اعد وراك يا مكنه، ولو طلعوا ناقصين ورقه هيعمل ايه مع المكنه؟ هيتصل بخدمه العملاء يقول لهم المكنه ما طلعتليش الباقي.
شفت انت ظلمت الناس ازاي؟ ظلمتهم. ايوه المكنه تعد غلط. ناخد استاذ لطيف. استاذ لطيف اهلا بيك، صباح الفل. صباح الخير يا استاذ. صباح الورد على حضرتك. صباح الفل عليك يا استاذ لطيف، اهلا بيك. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب وخير. طيب يا استاذ لطيف. احنا بمناسبه الغضب احنا غضبانين منكم. ليه؟ ليه بس كده يا استاذ لطيف؟ كده عشان انتوا يعني بتهتموا بناس وناس لا. لا. وفي عندك كان كنت عاملين 012 للناس كلها، بتعملوا لنا دلوقتي داخلي بتوع مصر واحنا الاقاليم بقى بندفع مبلغ او المكالمه عندنا بتخلص قبل ما بنخش عليكم. ففي 012 كان الاول يعني حضرتك بتتصل بينا على الرقم الارضي، فانت حضرتك عايز رقم موبايل. الارضي مش ينفع عندنا، احنا بنضرب على الموبايل. طب عينيا حاضر صدقني. لا حاضر أقولهم. احنا ما نعرفش على فكره حضرتك مثلا بتكلمنا على ايه، رقم ارضي ولا لا. على فكره بقدر بكلمكم من 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 محافظات ثانيه، يعني قليل اللي بكلمكم من مصر. ايوه ايوه. يعني يا ريت تعملوا لنا 012. حاضر عينينا. حاضر عينينا يا استاذ لطيف. حاضر. دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا يعني متابعينكم وانتوا احسن برنامج بصراحه. حبيبي يا استاذ لطيف. وممكن اقول بس يعني مبروك لحد. اتفضل اتفضل. ثانوية عامة اندرو عزيز سعد من الاخوة في الشرقية في فاقوس. الف مبروك. الف مبروك لاندرو. نجح ثانوية عامة علم علوم جاب 85 و 86. الف مبروك. الف مبروك يا استاذ لطيف، بارك لنا ليه. وشكرا يا استاذ لطيف، ما تزعلش مننا يعني، ما تكونش غضبان يا استاذ لطيف. اكيد انت بتحط الارقام. انا اللي قايله لهم ما تحطوش الارقام. انا اللي اكلت بس احنا صايمين. يا استاذ نادي صباح الفل. صباح الخير. كل صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. اهلا اهلا. ازيك يا استاذ نادي؟ ربنا وانتم طيبين. وحضرتك طيب يا رب، ربنا يخليك. قول لي بقى ايه اللي ايه اللي ممكن يخليك غضبان او متنرفز؟ اول حاجه بتخليني غضبان لما الاقيكم بتشتغلوا مع بعض. ليه بس؟ ده في ناس بتتضايق لما تلاقينا يوم ما اتخانقناش. ايه تاني بيخليك غضبان؟ عندي يا استاذ حق الاحترام بامانه. ايوه. واحد يكلمني باسلوب مش كويس بغضب جدا جدا جدا. طبعا طبعا بامانه يعني حقيقي. ايوه بجد يعني هزار. طبعا تكلمني كده اقعد بقى زعلان يوم وسنين لما انسى. ايوه يبقى الاحترام يعني كل انسان فينا منتظر الاحترام من الاخر. حقيقي. انت يعني عايز تطلب مني طلب اطلبه، بس خليك بمنتهى الشياكه يعني. امانه يعني بامانه. شكرا لحضرتك استاذ نادي، شكرا ليك، بشكرك. بص الكام كلمه دول عشان انا برضو بيضايقوني. ماشي ماشي يا رنا. انا زيك، بيضايقوني كام كلمه دول. اكتر حاجه بتغضبني كلمه حاضر، بس حاضر اللي انت عارفها مش حاضر بتاعه التنفيذ اللي هي حاضر، ولا الواحد يشوف اي حاجه ثواني وثواني دي ساعه عشان حد يرد عليك. بتكلميني انا خمسه وجاي. لا لا لا، هو انت بتكلميني انا بتاع حاضر و يا سيدي انا كلمتك. لا اصل انت بتكلمي وبتروحي بتقولي فاكر. انا قلت لك فاكر. انا بجد بتعملي كده؟ مني كده انا عملت كده يا صاحبي. اوكي اتفضلي. لا فرنا بتقول اكتر حاجه بتغضبني كلمه حاضر وثواني وخمسه وجايه. فعلا دي كلمات تضايق لو الواحد يبقى بيزحلق حد يعني. لا ليه بيقول له خمسه وجايه، هيجي بعد نص ساعه بالظبط. ستيفن وممكن يبقى لسه بيجهز هينزل من البيت، يقول له خمسه وجايه. ستيفن ريمون بيقول صباح الخير عليكم، البرود اكتر حاجه بتغضبني. يوسف عبد الباقي صباح الفل، اللي يغضبني واحد يقاطع واحد في الكلام. ومش نودة جرجس بتقول أكتر حاجة بتغضبني لما تعامل الناس معاملة حسنة وهم يعاملوك وحش، ويبقى أقرب الناس ليك مهما تعمل فيهم ما بيتمرش فيهم. طيب في لوباتير فيصل بيقول أحلى صباح سحاوبة، شكرا ليك. بيقول أكتر حاجة بتغضبني لما أخد ساعة وأنا بدور على مكان للعربية والشارع زحمة ومفيش ركنة خالص. موضوع الركنة ده ممكن يخليك داخل المكان اللي أنت رايحه بعد كده متنرفز ومتضايق. يعني تخيل انت داخل مثلا فرح وتقعد تدور على ركنه ربع ساعه وثلث ساعه، طبعا بيخلي الانسان متضايق جدا يعني. اميره مجدي اني اعمل معاك حاجات حلوه كتير وفي الاخر ما يعجبش. امين مسعود بالنسبه ليا بغضب مع من اللي بيوعد وما يوفيش بالوعد. معاك حق.
تيتا مرمر اجمل التهاني لنجاح حفيدتي جوسي مبروك. سحر وليد، اكتر حاجه بتغضبني اني اكون منفعله في قمه الغضب واللي قدامي يكون كلامه كله برود، بيبقى مستفز بيحرق دمي. انت شايفه البرود عامل مشترك في كتير من التعليقات؟ او بجد بتبقى حاجه تنرفز. سهير رزق بتقول صباح الخير، كل سنه وانتم طيبين. اللي يخليني غضبانه اللامبالاه والبرود في اي عمل، يعني لما اطلب اي حاجه من احفادي ويقولوا لي كمان شويه. ام مايكل ميشيل بتقول برضو صباح الخير، كل سنه وانتم طيبين، وبتعايد على اخواتها وبتقول لهم وحشتوني كتير. في كمان فينا صبحي، او لا ده موضوع الاي تي ام، في كلمه تانية بتضايقني. ايه؟ ما اعرفش بتضايقكوا برضو ولا لا، اللي هي بتلاقي موظف في مكان او حاجه ممكن في ايديه يسهل الحاجه لكن هو ما عندوش استعداد يشغل دماغه، فيقول لك جمله انا فعلا بتخنقني، ويقول لك انا عبد المأمور، انا عبد المأمور. طب يا عبد المأمور الموضوع سهل وبسيط يا عم، الدنيا بسيطه يعني. يعني زي مثلا لو بنك بيقفل الساعه 3 فانت رحت فعلا الساعه 3 يعني بالعافيه لحقت على اخر لحظه، يقول لك بس الساعه 3 دلوقتي قفلنا يا عم، ما فرقتش حاجه. يقول لك انا عبد المأمور يا باشا، قالوا لي اقفل الساعه 3 يعني اقفل الساعه، انا عبد المأمور، انا عبد المأمور. فانا يعني اصلا فكره انت توصف نفسك ان انت عبد دي فكره رديئه جدا يعني، وفكره ان انت ما تسهلش حياه الناس عشان انت عبد المأمور، انا ما اعرفش مين المأمور اللي مشغلك عنده عبد، دي فكره ده يعني بسيط يعني ضعيفه جدا 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 يعني. انت ربنا حطك في مكان اكل عيش، اشكر ربنا. في غيرك مش لاقي شغل، في غيرك مش لاقي اكل عيش، فيش حاجه اسمها عبد المأمور. يعني عبد المأمور اللي هو ايه، ما دام قال لك انا عبد المأمور يبقى بيقول لك فيما معناه مصلحتك دي يا باشا مش هخلصها لك. في حاجه برضو تضايق، كمان تضايقك لو قال لك انا عبد المأمور؟ لا طبعا تضايق، في كلام كتير يضايق، زي ان مش كلمه بقى انك انت تبقى بتتكلم وحد ما يردش عليك، هو سامعك بس ما يردش عليك، طبعا دي تعصب، انت بتعمل كده ليه؟ عشان مش هرد عليك يا ضايقك. فاكتر حاجه تحس ان اللي قدامك هو مش مهتم بيك او قاصد يوصل لك رسالة سيئة، اللي هي اختصر اسكت، كلامك ملوش قيمة خلاص، يعني بجد معنى الرسالة بيبقى صعب، بيضايق فتتعصب جدا. وانا بكلمك انت مش سامعني، هو يبقى سامعك كويس يعني جدا. انت دلوقتي ايه اللي بيعصبك؟ يعني قول لنا ثلاث حاجات. لا ده حاجات عشان تعملهم بتضايقك. يا فاشل، طب يا فاشل يا فاشل يا فاشل، قول لنا ثلاث حاجات. لا لا مش هقول، احنا تقريبا وقتنا خلص. طب استنى اقول لك على تعليق برضو تاني. برضو دي من الحاجات الضايقة، ممكن ناس كتير تبقى بتتعرض ليها. اماني فاروق بتقول اكتر حاجه تضايقني لو حد في قاعده حفل عليا بتهريج، بصراحه بتضايق، ولو ما اخدتش حقي ودايما باخد حقي بنفس الطريقه مش عارفه انا صح ولا غلط. ما هو انت ممكن تسيبي القعده كلها وتقومي، ودي لوحدها بتوصل لهم رساله ان اللي بيحصل ده شيء ما فيهوش احترام، ويبان من ملامح وشك، من طريقتك، من انك سبتي المكان وقمتي، منك مش حابه تتعاملي مع الناس دول تاني. يعني في 100 طريقه غير ان انت برضو لو حاسه ان انت بتضايقي انك بتردي بنفس الطريقه بتاعته. لكن فعلا لما واحد يبقى قاعد في قاعده وحد يحفل عليه بتعصب. طبعا يلا شنودة نادر عيد ميلاده كان امبارح، بنقول له كل سنه وانت طيب. احنا هنطول الفاصل بعد مين مين عربي الفاصل. بيقول انا ما بعرفش هنطول الفاصل عشان في حساب دلوقتي. مين عربي بيقول انا ما بعرفش اغضب الحمد لله. يديمها عليك نعمل يا رب. مارسيل زكي كل سنه وانتم طيبين، شكرا لحضرتك. سالو عدلي الغضب بسبب الاستغلال المستمر، والمخرجه غضبانه مننا النهارده عشان احنا طولنا. ممكن ما تغضبهاش ايه يعني، انت بتغضب الناس كلها، تغضب كمان المخرجه؟ لا الا المخرجه، ما نقدرش نغضبها. طبعا خلاص ممكن نسمع الكلام. اعوذ بالله. طب يلا نخرج فاصل يعني. طيب لسه معاكم وان شاء الله تبقى فقرات حلوه النهارده، نخرج لفاصل ونرجع تاني. بسم الآب والابن والروح القدس إلهٍ واحد أمين. آية تأمل اليوم من سفر النشيد الإصحاح الرابع آية 12، أختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوعا مختوم. أختي العروس، تواضع ربنا كبير جدا إن هو يسمي النفس البشرية بأختي، تواضع من ربنا كبير جدا، رغم إن في الإصحاح الأول في سفر النشيد
النفس البشرية هي هي بتقول له أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، أنا سوداء، بتتكلم عن نفسها وبتوصف نفسها إن هي سوداء، هي تعبانة من الخطية، هي متمررة من ألم الحياة وألم العالم، رغم كده ربنا مميزها وبيقول لها أختي. بتقول برضو النفس البشرية لا تنظرن إلي لكوني سوداء لأن الشمس قد لوحتني. النفس البشرية اتمررت من شمس العالم وشمس الخطية، ورغم كده يا رب انت شايفها انها اختك، بتميزها يا رب، بتميز النفس البشرية وبتقول اختي العروس، اختي يا رب، رغم ان انا متمررة في ألم العالم ومتمررة في الخطية، يقول ربنا، يقول ان انا شايفك كل الجميلة يا حبيبتي. ربنا بيحب النفس البشرية وبيقول لها اختي العروس. نكمل مع بعض التأمل في الآية، بيقول لها جنة مغلقة، رغم أن النفس البشرية هي هي اتكلمت عن نفسها برضو وقالت أنا نرجس، أنا نرجس شارون سوسنة الأودية كالسوسنة بين الشوك، أنا نرجس يعني مجرد ثمرة، مجرد زهرة. ربنا قال لأ، أنت جنة، الجنة دي فيها مميزات كتير جدا، الجنة دي مليانة أشجار، مليانة أشجار متنوعة، أشجار ليها روائح حلوة، أشجار بتميز إن هي أشجار ظل، أشجار فيها ثمر. لو جينا برضو تأملنا في نفس البعد التاني بقى غير النفس البشرية، إن هي تكون الكنيسة، الكنيسة اللي مليانة أشجار، أشجار مثمرة، أشجار بتضلل، أشجار ليها روائح حلوة. الأشجار المثمرة دي هي أم الخدام، الخدام اللي ليهم ثمر وليهم تعب في الخدمة. طب وإيه هي الأشجار اللي بتضلل؟ الأشجار اللي بتضلل مش شرط نكون خدام، لكن بنضلل على الناس، الناس اللي جاية تعبانة، الناس اللي عندها أي تعب، الناس اللي مجروحة، الناس اللي وقع في خطايا. الضل ده بيرمز للستر، في ناس ممكن تكون مش خدام لكن شطار جدا في الستر، فدول برضو ربنا بيتكلم عنهم إن هم الجنة. في أشجار يكون روائحها حلوة، ممكن ما نكونش خدام لكن سيرتنا حلوة، سيرة طيبة، سيرة عطرة، مش شرط برضو نكون خدام. الكنيسة كوكبة مليانة، جنة مليانة أشجار متنوعة، فيهم خدام وغير خدام، كلهم ربنا بيميزهم إن هم جنة، والجنة دي جنة ربنا أكد وبيقول جنة مغلقة مش جنة مفتوحة. إحنا عندنا في سفر التكوين جنة مفتوحة حصل فيها ثغرة، إن الجنة بتاعت جنة عدن لما دخلت في منها الحية، هل ده معناه إن هي كانت جنة مغلقة؟ لا، وإلا ما كانتش دخلت منها الحية. الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم، الجنة الغير مغلقة يدخل منها الثعالب وتدخل منها الحياة. الكنيسة إزاي إمتى تكون مش مغلقة؟ الكنيسة اللي مدخلة جواها أفكار غلط، مدخلة جواها تعليم غلط، ومش بس التعليم والأفكار، لو في فكر إدانة موجود جوه الكنيسة هتكون جنة مغلقة؟ لأ، لو فكر غلط جوه الكنيسة ربنا هيشوفها أنها جنة مش مغلقة، لكن الجنة المغلقة ربنا يحب يتمشى جواها ويحب يبقى موجود وسطيها ويفرح بيها لأنها جنة مغلقة. عين مقفلة ينبوع مختوم، دي بتكمل الوصف بتاع الجنة المغلقة، وعين مقفلة ينبوع مختوم. الينبوع هو النعمة، والينبوع هو الروح القدس اللي موجود جوه الكنيسة، اللي محدش هياخده إلا لما يدخل من الباب، محدش يقدر يدخل ياخد الأسرار إلا لما يدخل من الباب، لازم يدخل من باب المعمودية. ينبوع مختوم معناها إن هو مخصص لربنا، محدش يقدر يدخل ياخد من الينبوع بتاع الروح القدس ولا ينبوع النعمة اللي موجودة جوه الكنيسة إلا لما يكون معدي من الباب، باب المعمودية وباب الأسرار. شعبي عمل شرين تركوني أنا ينبوع الماء الحي، وذهبوا لينقروا لأنفسهم أبارا مشققة لا تضبط ماء. مش معنى إن في أبار وفي مية إن المية دي مية بتاعت ربنا ومخصصة بتاعت ربنا وعليها الختم. المية بتاعت السامرية فضلت تشرب من المية دي سنين لكنها مية كانت بتعطش. المية الوحيدة اللي ما كانتش بتعطش هي المية اللي ادها لها السيد المسيح. فضلت السامرية تجري ورا مديح الناس، ورا حب الناس، ورا الشهوات، لحد ما ربنا جه شربها الماء الحي اللي ما بيعطش أبدا،
وبعد كده قالت له يا رب معك لا أريد شيئا على الأرض. أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم، ولإلهنا كل المجد وكرامة إلى الأبد آمين.